السلام عليكم جميعا اخواتي، كنتمنى ان شاء الله تكونوا كلكم ان شاء الله بخير وعلى خير، احوالكم طيبه وبصحه جيده. اليوم ان شاء الله جيتكم بواحد الفيديو جديد وفيديو مهم ومهم جدا بالنسبه للاخوات والسيدات. هذا الفيديو ان شاء الله غادي نشارك معكم فيه واحد الوصفه اللي اكثر من رائعه، اللي كتصلح للبشره جميع البشرات. هاد المنتوج اللي بغيت نشاركه معكم وهو العكر الفاسي. العكر الفاسي اخواتي اللي عنده واحد الاهميه واهميه كبيره على البشره ديالنا، ولكن بشرط انه يكون عكر فاسي حقيقي. خصك تشريه اختي من عند دوك الناس اللي موثوق منهم، ماشي اي عكر فاسي هو عكر فاسي. العكر الفاسي خصك تشريه من عند شي حد اللي تثقي فيه، اللي يكون فعلا عكر فاسي طبيعي. هاد العكر الفاسي غادي نوريك به واحد ربعه ديال الوصفات للبشره. دائما صدقيني راه كيدير واحد النتيجه هائله. العكر الفاسي راه موجود، قلبتي الى قلبتي لي غادي تلقايه، لكن الثمن ديالو كيكون شويه لي فغي وحقيقي واصلي وطبيعي، راه كيكون الثمن ديالو شي شويه غالي. بالنسبه للعكر الفاسي اللي كيتسمى غير عكر فاسي وهو ما لا عكر فاسي ما والو، هذاك كيكون بشي اثمنه رخيصه، هذاك تفاديه. حاولي تشري واخا تزيدي شي شويه ديال الدريهمات وتاخدي حاجه هي هذيك حاجه طبيعيه، لحقاش البشره ديالك هذه ماشي اللعب. البشره ديالك هي اغلى بشره، اي اغلى حاجه عندك اختي. باش غنشارك معاك هذه الوصفات اللي فعلا فعلا الا جربتيها ما عمر العكر الفاسي يخرج لك من دارك، ولو تنقصي من حاجه وتشريه وتخليه دائما في الركينه ديالك مع مسائل او الوسائل ديال التجميل ديالك، او هذه ماده طبيعيه كانوا كيديروها الامهات ديالنا من زمان الزمني، وباقي الفعل ديالها سائر الى اليوم. ما غاديش نزيد نطول عليك اكثر من هكايا على هذه المقدمه على ديال العكر الفاسي. غادي نعطيك واحد شحال عندي، واحد جوج ثلاثه اربعه ديال النصائح بهم دائما للبشره نظره، البشره جذابه، اللي شافك تبارك الله كتكوني منوره. انا غادي نبدا معاك بركه من الهضره. بالنسبه للفكره الاولى ديال هذا العكر الفاسي، نقربو لك مزيان باش تشوفيه عن قرب. انت ملي كتشوفيه هو داير على هذا الشكل العكر الفاسي، وحاولي تقري عليه تشوفي منين كيصنعوه ومنين كيديروه، ولكن راه كيعطي واحد النتيجه هائله للبشره. ضروري يكون طبيعي 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 100%. ندوزو الوصفه الاولى. بالنسبه للوصفه اختي، انا غادي ندوز معاك دابا باش تشوفيها. بالنسبه للفكره الاولى او الوصفه الاولى، كتاخدي شي شويه ديال لا كريم ايدغاتونت ديالك اللي كديري في الليل، وما ننصحكش بها اختي ديريها وتخرجي بها للشمس، ما ديريهاش وتخرجي بها للشمس. دائما ديري هاد الوصفه ديالك ديريها في الليل ملي تبغي تنعسي ديريها. كتاخدي شويه ديال لا كريم ديالك اللي كديري دونوي، كريم اي كريم ايدغاتونت عندك انت اللي كديري، وكتخلطيها فقط مع واحد لوبوت. كديري غير صبعك كما بان لك في الصوره، يلاه درت صبعي في العكر الفاسي، حيت هو اصلا راه غالي، راه ما تقدريش تضيعيه. وكتخلطيه غير بصبيه، راه كيدير لك ليله كامله. وكتخلطيه مع لا كريم كما كيبان لكم في الصوره، وكديريه للوجه ديالك. هذه بالنسبه للوصفه الاولى. بالنسبه للوصفات التاليات اللي غادي يجيو من بعد ان شاء الله، اللي غادي نشاركهم معكم نفس الطريقه، غير هما بنواد مختلفة. دائما العنصر الأساسي هو العكر الفاسي. المهم أنا غادي نعطيك وانتي ديري اللي بغيتي. هاد الوصفة الأولى حنا دوزناها. بالنسبة للوصفة الثانية، عندنا هنايا
الفخوماج بلون، اي فرماج عندك في الدار، اي فخوماج عندك في الدار كتزيدي عليه القليل من العكر الفاسي وكتميلونجيه مزيان، كتخلطيه حتى كيولي هوموجين. المهم تيعينك ميزانك على حساب وجهك وعلى حساب هذا. نفس الطريقه كما درنا مع لا كريم ايدغاتونت. سمحوا لي هذه الوصفه الثانيه. الوصفه الثانيه قلنا هو الفرماج بلون، اي فرماج بلون عندك عرفتي هذا راه كيدير واحد الجبيده للبشره وكيعطيه واحد النضاره ما شاء الله. هذا ديري غير بوحدو بلا زعفران الحر وتشوفي جربيه اختي وردي عليا الخبر. اي فرماج بلون ديريه للبشره ديالك وخليه حتى ينشف. اون فوا كينشف وغسليه بواحد لو طوشون ديال الفوطا او شي حاجه بما دافي، وعاوتاني عاوديه بالماء بارد وديري لا كريم ديالك وردي عليا الخبر. هذه الوصفه الثانيه كنقول لكم الزعفران الحر بالعكر الفاسي. يعني راه الزعفران الحر والعكر الفاسي واحد جوج المواد اللي عندهم واحد القيمه زعما قيمه كبيره بزاف، داكشي باش كيكون الثمن ديالهم غالي ومرتفع، ولكن حتى حاجه ما تغلى على البشره ديالنا. ممكن تنقصي اختي من داك قوه الباس وقوه الشراوط اللي كنعمروا بهم الدار، قوه البلاستيك وقوه، وتوفري وتشري واحد القريعه ديال العكر الفاسي وتخليها عندك في الركينه ديالك ديال المواد ديال التجميل ديالك وتهلاي في راسك اختي. هذه بالنسبه للوصفه الثانيه. الوصفه الثالثه اللي غادي نستعملوا فيها الحامض، هذا الحامض اللي غادي نديرو معلقه ديال الحامض وكنديرو نفس الطريقه بالعكر الفاسي انتيا واللي موجود عندك في الدار. هذه حتى هي راه رائعه، الحامض راه كيصفي البشره والعكر الفاسي الخليط ديالو راه كيعطي واحد المفعول ما نقولكمش عليه. جربوه اخواتي جربوه، العكر الفاسي راه شي حاجه. درنا دابا الوصفه الثالثه، دابا غادي ندوزو الوصفه الرابعه. كنا قلنا بلا كريم، نعاود معاك هذه لا كريم ايدغاتونت الاولى. عندنا الفرماج بلون دائما مع العكر الفاسي. عندنا عصير نص حامض، المهم حامضه كتاخذي منها داك لو ليكيد ديالها وتتخلطي على حساب الوجه ديالك. بالنسبه للوصفه الاخرى عندنا دائما العنصر الاساسي هو العكر الفاسي، ولكن غادي نخلطوه ماء الورد. هذا الماء الورد اللي عنده واحد الدور كبير بزاف حتى هو على البشره ديالنا. ممكن تحطيه تمسحي به المكياج، ممكن ديريه لوجهك الا كانت الحراره، ممكن عنده بزاف ديال المنافع كنتمنى. وحتى هاد المواد راه كيكونوا كيتباعوا فيهم اللي حقيقيين وفيهم اللي غير راكم عارفين. المهم الواحد يحاول دائما يشري شي حاجه اللي تكون طبيعيه ويشري عند الناس اللي معقولين، واخا يزيد درهم ولا جوج وياخذ حاجه اللي معقوله. نفس الطريقه اخواتي كديروا ما ورد مع العكر الفاسي وكديريه للوجه ديالك وكتحصلي على واحد النضاره، واحد النضاره ما شاء الله، واحد النضاره هائله. هاد الماده اللي مهمه ومهمه جدا راه كيتباع في التعاونيات، كيتباع انتما شوفوا مثلا غير هذا باش كتعرفيه بانه طبيعي، راه غير واحد شويه واحد الكميه صغيره كتباع بواحد الثمن، الثمن زعما في المتناول، ماشي نقول لك غالي، ولكن حتى حاجه ما تغلى على الوجه ديالك ولا على الحاجه اللي تسعدك. وكنتمنى لك اختي الصحه والعافيه وراحه البال وتهلاي في راسك، تهلاي في راسك. تنقول لك دائما راه الا ما تهلايتيش في راسك ما كاينش اللي يتهلا فيك. تهلاي في راسك وتهلاي في رجلاتك وتهلاي في يديك وتهلاي في الحاله النفسيه ديالك. كنتمنى لك ان شاء الله صحه وطول العمر
وإلى فيديو مقبل إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.